اخبار الرياضه اللي بعد الواحده، اهلا بكم. اعرب الكابتن حسن شحاته المدير الفني الجديد لفريق الدفاع الحسني الجديد المغربي عن امنياته بمساعده الفريق على تحقيق البطولات في الفتره المقبله. وكان المعلم حسن شحاته قد وقع على عقود رسميه لتولي تدريب الفريق بدايه من الموسم الجديد ولمده موسمين، وذلك خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخه. الجدير بالذكر ان شحاته سيتولى مهام عمله رسميا بعد عودته من البرازيل، حيث سيتم تكريمه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على هامش فعاليات بطولة كأس العالم 2014، والتي ستنطلق يوم 12 من الشهر الجاري. أكد علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي أن النادي متمسك باستمرار أحمد فتحي الظهير الأيمن ضمن صفوفه، خاصة وأنه من اللاعبين المتميزين من الناحية الفنية والسلوكية، فضلا عن خبرته الكبيرة حيث كان له دور مؤثر مع الفريق طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن بقائه ضمن صفوف الأهلي مكسب كبير. وأشار عبد الصادق إلى أن كل ما يتردد عكس ذلك عار تماما من الصحة، وأن هناك تفاهم مع اللاعب والذي سيتم عقد جلسة معه لحسم كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده. يتوجه أحمد عبد الحليم مدير الكرة بنادي الزمالك إلى الكونغو اليوم للترتيب لاستقبال البعثة البيضاء استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي. ويحل الزمالك ضيفا على مازيمبي الكونغولي يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثالثة من عمر المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، حيث ستغادر بعثة الفريق القاهرة فجر غد الجمعة المقبل. تأهل 24 لاعبا ولاعبة من أبناء القوات المسلحة لتمثيل مصر في دورة الألعاب الأولمبية الثانية للشباب، والتي تقام في الصين خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد تألقهم في دورة الألعاب الإفريقية للشباب والتي أقيمت في بوتسوانا مؤخرا. نتابع التقرير. استمرارا لإنجازات قطاع الرياضة بالقوات المسلحة في دعم المنتخبات المصرية في كافة اللعبات، فقد تأهل 24 لاعبا ولاعبة من أبناء القوات المسلحة لتمثيل مصر في دورة الألعاب الأولمبية الثانية للشباب التي ستقام بالصين خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد تألقهم في دورة الألعاب الإفريقية للشباب التي أقيمت مؤخرا ببوتسوانا، والتي فازت بها بعثة مصر بالمركز الأول بإجمالي 45 ميدالية متنوعة حصل خلالها أبطال القوات المسلحة على 24 ميدالية، منها 14 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية. تأتي تلك الإنجازات بفضل الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للاهتمام بالمنظومة الرياضية واتباع الأسس العلمية المتطورة في إعداد الأبطال الرياضيين في مختلف اللعبات، بما يساهم في إمداد المنتخبات الوطنية بنخبة من أكفأ الأبطال القادرين على رفع اسم وعلم مصر في المحافل القارية والعالمية. قال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن كريستيانو رونالدو نجم المنتخب الأول للبلاد يعاني من التهاب في ركبته اليسرى، وأضاف الاتحاد أن اللاعب أجرى تدريبات خاصة ومنفردة بسبب ألم الركبة. وكان رونالدو الحائز على لقب أفضل لاعب في العالم للعام الماضي قد غاب عن المباراة الودية التي تعادلت فيها البرتغال مع اليونان بدون أهداف يوم السبت الماضي. وعلى جانب آخر، أعرب مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني عن قلقهم بعد تجدد الآلام التي يعاني منها اللاعب.